كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد علينا وعليكم، كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعني يعيد علينا هذه الأيام بالخير وباليمن وبالسعادة. يعني افرحوا، النهاردة عيد 1 شوال 1440، النهاردة الأربع على فكرة، وكنا نتمنى ان كلنا نصوم ونفطر مع بعض ونعيش مع بعض، لكن معلش قدر الله ما شاء فعل. المهم احنا كده النهاردة كلنا بنعيد في مشارق الأرض ومغاربها. هذا العيد مختلف لأن أول مرة احنا في مصر طبعا دلوقتي، أول مرة علي يصلي صلاة العيد في مصر، الحمد لله، فهو مبسوط جدا. يا علي انت مبسوط؟ اه أبوي. ليه؟ عشان أنا صليت العيد. صلى العيد واشتريت ايه؟ الجولدن فيش. جاب الجولدن فيش وجبناه الجولدن فيش والبالونة، كان مبسوط جدا. فكل سنة وانتم طيبين، مفيش كلمة معينة أنا محضرها، لكن أنا بس حبيت أشارككم هذه اللحظات، أقول لكم افرحوا، النهاردة عيد، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله بعد بقى العيد نكمل بقى شغلنا مع بعض، في حاجات جديدة هنتكلم عنها وهنكمل مسيرتنا مع إيدسي بإذن الله ومع جميع الموضوعات الأخرى. أنا قبل صلاة العيد بعد الفجر مباشرة كنت بتكلم مع أحد المتابعين المحترمين جدا، محمد علي من المنيا، وهو من خبراء إيدسي وخبراء السيرش انجن اوبتمايزيشن بشكل عام، ويعني فتحنا مجموعة من المواضيع هنتكلم بقى معاكم عنها إن شاء الله بعد العيد. تفائلوا، تفائلوا بالخير تجدوه، وربنا يكرمكم ويكرمنا، ولا تنسوني من صالح دعائكم. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.